كابتن هاني عايز اروح لطاهر محمد طاهر نجم الشباك الاول في فريق النادي الاهلي دلوقتي. طاهر بيمر بافضل فتراته من بدايه الموسم، هل هي ثقه مدرب ولا النهارده لعيب اشتغل على نفسه؟ اشتغل على نفسه بدايه الموسم، شاف اخطائه وتعلم من الفتره اللي فاتت، ولا هما الاثنين تلاقوا في نقطه واحده؟ خاصه طاهر محمد طاهر مع منتخب مصر بيسجل، مع النادي الاهلي بيسجل وبيصنع، واصبح واحد من عناصر اساسيه في تشكيله مارسيل كولر. طبعا اللي بتقوله ده جزء من اجزاء كتيره جدا جدا لازم اللعيب يشتغل عليها اثناء ما بنقول ان يمكن مستواه قلل او في عدم ثقه او في بعض المشاكل الفنيه اللي عند اللعيب. نفتكر رامي ربيعه من سنه ونص تقريبا كان كل بيكلم رامي ربيعه خارج النادي، لدرجه خارج النادي الاهلي، يعني خارج النادي الاهلي. فتتوقف على شخصيه اللعيب نمره واحد، ان هو هل اللعيب ده عنده اتزان شويه شخصيته. ده متواجد عند الحقيقه طاهر، من اللعيبه اللي عندها اتزان كويس قوي. عمليه التشالنج وعنده نوع من انواع التحدي ولا لا؟ في لعيبه ممكن تقع في الجزئيه ديت ولما يرجع ما يعرفش يقف على رجله تاني. في نوعيه من اللعيبه انها بتخلق من المشاكل ديت، بتخلق انواع جديده من التحدي. يعني لما الاقي مدير فني مش مقتنع بيا، مرت علينا كتير، انا لو ما خلقتش دوافع ان انا لا، انا لازم اوري اولا للمدير الفني ان انا على قد المسؤوليه، ده بيديله تشالنج وبيديله دفعه اثناء التدريب في التزامه، حتى لو ما كانش ملتزم بيبدا يلتزم، بتديله دفعه كويسه جدا. عشان كمان بالنسبه للنادي الاهلي او بالنسبه للفريق اللي انا بلعب بيه فيه، انا بلعب في فريق بطولات، يصعب عليا قوي ان انا ممكن اخرج من النادي دوت، وبالتالي ده بيزيد من الدوافع بتاعتي. فالحقيقه طاهر عنده كل المميزات ديت، اولا عنده اتزان في الشخصيه، يعني ما طلعش حتى في اي وقت من الاوقات بيشتكي، بيقعد على الدكه ماشي، ما بيتغير في اوقات بيصعب عليه بيقعد يبكي شويه على الدكه ماشي، بس بتمرن وبعمل وملتزم، عندي شغل لازم اديه بيعمل الشغل دوت. فالتجميعه ديت كانت موجوده، اتمنى انها تستمر، لان يعني كمان رساله لطاهر، انت كنت في موقف صعب جدا طلعت منه بشكل اكتر من رائع، بقيت دلوقتي لاعب دولي واحرزت هدف رائع واخد ثقه الجماهير، فانت الشغل المطلوب منك في المرحله اللي جايه ضعف الشغل اللي اتعمل الفتره اللي فاتت عشان تحافظ على الحته ديت. زي ما بيقولوا الوصول للقمه سهل، لكن الاصعب انك تمسك في الحته دي، وانك تمسك في الحته دي في فريق كبير زي النادي الاهلي عنده لعيبه مستنيه انها تخش مكانك، وده مهم جدا، واللي انت كنت بتتكلم عليه ان لازم يكون اللعيب اللي في الملعب حاسس ده انا حد بيدبدب حد بيزق ورايا. فلو طاهر حس في وقت من الاوقات لا ده انا بقيت نجم الفريق او خدت الثقه خلاص، فابدا يقل تاني مستواه هيقل. فتحيه لطاهر، تحيه لرامي، كل البروفايل بتاع اللعيبه ديت اللي بترجع سريعا وبتثبت انها لعيبه كمان كويسه على المستوى الفني وعلى المستوى الشخصيه، ده تحيه ليهم، وزي ما بقول يكمل على كده. فطاهر من اللعيبه دلوقتي خلاص، ناس من شهور قليله كان بتقول لا طاهر هيبدا تاني لا دلوقتي بندور ان طاهر هيبدا ولا لا. فده جزء لازم نشتغل عليه كويس قوي، وده مكسب اكيد لطاهر نفسه للنادي الاهلي ولمنتخب مصر.